نهار اسود، هو انت من اللي بيبات ناشف ويصحى مبلول؟ يبقى مين حضرته؟ الاسطى تاروتا جارنا. اسطى في ايه؟ اسطى ابو جديد اسبغ وكوين. ايه؟ اسطى ابو جديد اسبغ وكوين. الاسطى تاروتا كوافير قد الدنيا. كوافير كوافير، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. قولي بصراحة يا اسمك ايه؟ انت صحيح مخاوي؟ حبس 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 حبس، ايه لزوم الكلام ده يا طاروطة؟ نهار اسود، مش بقى جارنا ولازم نعرف لون فص وايه؟ انا اللي نفسي اعرف انت لون فصك ايه؟ فص ابيض وسيد الجدعان. القصه طاروطة كلامه كده متعود يلغي الستات. لطيف قوي، باين عليه جرغيتت. هو الواد ده حكايته، امه ما كانتش بتخلف صبيان، ولما ولدته خافت عليه من الحسد، لبسته بنوته وطولت له شعره لحد ما بقى عنده 9 سنين. اه معذور بقى، ده لو كان سابته كمان ساعتين كان جسمه زرع ونبت وطرف وبقت مصيبه. دمك شربات يا مولانا. التكيف الاجتماعي هو عمليه ملائمه امكانيات الفرد لاطار البيئه الاجتماعيه المحيطه به. اسمع استاذ. اتفضل يا سضاح. نفرض ان البيئه الاجتماعيه المحيطه بالفرد بيئه فاسده، ازاي يكيف نفسه فيها؟ بنفسين. الكلام ده في افلام السيما مش في علم الاجتماع يا قفا. اه يا ضاحي، اذا فسدت البيئه فلا بد للانسان ان يحتمي بعقله لينجو من الفساد. يحتم بعقله ازاي يا استاذ؟ يجعله المسيطر على شهواته والمتحكم في رغباته. وازاي يتحكم في رغباته؟ بالحد من الاستهلاك. يعني ما ناكلش يا استاذ؟ ناكل بالعقل بالاصول. الإنسان بطبعه حيوان مستهلك، لكن إذا زاد معدل استهلاكه في إشباع رغباته لدرجة التفاصة والنهم، حياته هتفسد، لأنها هتتحول إلى قلق وصراعات وانحرافات، هتفقدوا طعم الإحساس باللذات اللي بيجري وراها. لو سمحت يا أستاذ. أيوه أقعد. يعني لو الواحد قدامه طبق فول وطبق سلطة، ياكل طبق واحد بس. أنت بالزيت تاكل كل اللي يجي في سكتك. عشان انت شاطر. ايه؟ المسألة مش حشر كتر أكل، الناس كل يوم بتموت من الشبع، محدش أبدا بيموت من جوع. إيه يا أستاذ؟ أنت فاكر نفسك غندي ولا غاوي أنيميا؟ إيه في إيه جرايين؟ جرانك وقفت حنة، كانتين المدرسة هيتفلس. هتفلس من جشعكم ومن استغلالكم، في حد يقول إن السندوتشات والمياه الغازية تباع للتلاميذ بأغلى من الأسعار السياحية؟ وأنت مالك؟ ردوا عليا يا شباب. ده سرقة علني. استغلال حقير. إحنا إذا غلى علينا شيء تركناه. بقى كده. أنت شايف إيه؟ ده تخريب. ليك نازل له مصلحه في الكانتين يترد عليه. بسلم لي عليه.